السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم خالد الأحمر في درس جديد إن شاء الله. معي راح أتكلم اليوم عن طريقة تحويل PDF إلى أي إلى صيغ كثيرة عن طريق موقع موقع اسمه زمزار، وطبعا عادي www.zimzar.com. يعني راح أعطيكم الرابط في الديسكريبشن إن شاء الله بعد ما نخلص الشرح. وبإذن الله هو اللي عندي اللي راح اشرح لكم الأداء، لأن حجمه شوية قليل. هذا ملف PDF زي ما تشوفون، نتكلم عن الباثولوجي سكن. طيب اوكي، ما هو موضوعنا. نروح هنا، هذه واجهة الموقع، واجهة عادية. الستب الأول اللي هو تختار ملف، الستب الثاني تختار الصيغة، نشوف الصيغ اللي هنا كلها في الفيديو، في الكمبرست، في البوك فورمات، في الفيديو برضه، في ميوزك، في الدوكمنت اللي هي البروتوكول مايكروسوفت اوفيس وغيره، في الانج. طيب نروح هنا الستب الثالث، راح اشرحها لكم الحين بعد ما انا راح يطلع لك كذا ان الملف اللي اختاره PDF هنا تبغى تحوله ليش؟ الصيغة المسموحة لك. احنا شفنا الصيغة اللي بالكاملة، بس هذه الصيغة المسموحة لك للأسف ما في صيغة PPT اللي هي PowerPoint، ما حصلناها صراحة، ما حصلتها. طيب انا دائما احولها الى الدوك اللي هو الوورد. ستيب 3 اللي هو الايميل، هذا ايميلي برضه، تقدر انت تتواصل معي عن طريقه اي واحد يطلب شيء وانا اعرفه باذن الله لا اقدر اساعده. بعد ذا كله تضغط على كونفرت، يقوم بالتحويل لك عن طريق الدا. بعد ما ينتهي التحويل وكل شيء، راح يرسل لك رساله على الايميل فيها رابط طويل، تفتحه يرجع يفتح لك الموقع ويطلب منك تحميل الملف. وبكذا انتهينا. انا قد سويت لكم من قبل، هذا هو بعد ما حولنا وحملنا. هذا هو نفس كل شيء، ما يروح عليك شيء بإذن الله. هنا 18 صفحة good luck، هذه كانت النهاية. نروح هنا عند good luck، شوفها 18. اسال الله اني قدرت استفيد، افيد واستفيد صراحة. توني انا مكتشف الحركة دي، هي حلوة ساعدتنا في التحويل. صلى الله وسلم على سيدنا محمد.